وذهبت فأخذت كأسا من الماء البارد وشربته. كلكم يعلم لذة الماء البارد على الكبد الظمآن. تذكر من اللي قدم لك هذا الماء؟ من الذي اعتصر هذه المادة السيالة العجيبة من ملكوته، من سمائه، من سحبه؟ من؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا، لو بدنا كنا ساوينا مر. شو كنا بتساوي بحالكم؟ فأنت لما بتشرب تتذكر المنعم، تجي تقول لحالك لك لو موجود كنت عانقته، لو موجود ما بعرف شو، لو قدامي شو كنت مساوي فيه. نعم، لما بتقعد على الصفرة وبتأكل، أنا كثير من الأحيان أقول انظر عندما تضع قطعة اللحم في فمك وتمضغها، قطعة اللحم تمتزج بلسانك، أليس كذلك؟ لسانك يبقى في نجوة من طواحن الأضراس، وقطعة اللحم تهرس هرسا تحت الأضراس. كيف؟ تقدر تقول لي أنت بشطارتك عم تعمل هيك؟ عم تبعد لسانك عن الخطر؟ لو حاولت تبعد لسانك عن الخطر لقضمت لسانك. رب مينا كذلك العافية، كذلك اللباس الذي ألبسك إياه، كذلك النوم الرقاد، كذلك اليقظة بعد الرقاد.